طيب مكملين مع حضراتكم استاذ جمال الزهير استاذ ايمن ابو عيد. بكره مباراه الزمالك وغزل المحله, وحقيقه خلاص الدوري بيقترب من النهايه. سؤال بقى مهم جدا ل يعني الاستاذ جمال والاستاذ ايمن, هل ممكن الزمالك يفنش تاني يخش دوري ابطال؟ اعتقد صعب عمليا. ليه؟ لانه مين هيبقى بدل بيراميدز وبدل الاهلي صعب دلوقتي. لا خلاص بدل بيراميدز في فرق دلوقتي بين الزمالك وبيراميدز حوالي 9 ولا كام نقطه, احنا بنتكلم 53 و64 يعني 11 نقطه تقريبا, ونفس عدد اللقاءات ونفس عدد اللقاءات. فده عشان الزمالك ينجح في ده لازم بيراميدز يعني يتعرض ل يعني سقطات في كل الماتشات يعني لازم يقع يعني بالبلدي لان كده. في يعني في تفاؤل لدى بعض الناس. انا وجهه نظري ان الزمالك يعني يركز اكتر في الكونفدراليه, ما فيهاش مشكله خلاص يعني هي بطوله افريقيه ويعني في ظل الـ 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 الوضع السيء الغريب اللي مر بيه السنه دي نادي الزمالك. المهم انه في بطوله اقريه والبطوله العربيه كمان, والبطوله فلوس العربيه فلوس عنده فلوس اللي بنتكلم على فلوس الزمالك عايز فلوس مثلا دي لو كده تبقى بالنسبه له مورد او مصدر مهم جدا للفلوس. صحيح. وان كانت المنافسه هتكون رهيبه يعني النصر. البطوله العربيه هتبقى ماتش النصر صعبه جدا. هي منافسه صعبه, لكن انا برضو بنتكلم على الدوري. انا هو الزمالك بدل ما يفكر السؤال حضرتك يعني هو يخش هو سؤال افتراضي, لا هو يحافظ يقدر يحافظ ايه ده ممكن على المشاركه في الكونفدراليه.